أكد مسؤول مستوصف بيطري في قضاء سامراء انحسار بؤرة مرض النيوكاسل، والذي تسبب بنفوق الدواجن، والذي تم تحديده ضمن بقعة صغيرة ولا وجود لانتشاره، مشيرا إلى أن سبب ظهوره هو خطأ من المربين. تبلغنا بحصول هلاكات في بعض الحقول في أطراف مدينة سامراء حقيقة، وطلعنا إحنا كلجنة وبدعم من السيد القائم مقام ولجنة المختبر مالتنا وحدات الدواجن، وتوجهنا إلى هذه المنطقة. تبين أن الإصابة إصابة بمرض النيوكاسل، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وأطمئن الناس والمدينة أنه إحنا ما عندنا انتشار لهذا المرض. المرض محصور في بؤرة محددة جداً، ولحد الآن ما سجلت أي حالة أخرى سوى في هذه البقعة، وهذه الحقول اللي صارت بها الإصابات كانت بسبب أخطاء للمربين وعدم اتباعهم للإجراءات الصحية. هذه الحقول نعم تم غلقها لحين استيفاء كافة الإجراءات.